بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي وفقنا جميعا لمثل هذه المجالس الطيبة وهذه الدورات التي نتذاكر فيها مباحث في علم مصطلح الحديث. وقد ذكرنا بعض الأمور في درس الأمس الحديث الشاذ، لا بد أن نعلق عليها اليوم لما لها من العلاقة والأهمية. نحن ذكرنا أمس أن بعض الأئمة المتأخرين يدخلون في الحديث الشاذ، نحن قلنا أن الشذوذ يكون في السند ويكون في المتن، ففي الإسناد قالوا هناك المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد هو أن يوضع راو أو يزاد راو في إسناد ظاهره الاتصال. إسناد يأتينا إسناد ظاهره الاتصال فيزاد فيه راو. طيب، فهذا المزيد، هذه الزيادة لا تقبل إلا بشرطين وإلا ترد. طيب، هي في الحقيقة ترد، هي مردودة، وإلا تكون مقبولة ويكون الإسناد الخالي من ذلك الراوي الزائد منقطعا. الشرط الأول أن يكون الذي لم يزد الراوي أتقن وأحفظ وأضبط من الذي زاد، هذا يجعلنا نرد هذه الزيادة. طيب، وأن يكون كذلك الراوي الذي يروي عن الشيخ بلفظ السماع ثم زيد بينهما راوي، فإذا صرح بالسماع فإنه يرد هذا المزيد في متصل الأسانيد يرد. طيب، إذا صرح في الإسناد الناقص، إذا صرح ذلك الراوي بأنه قال حدثنا، وسنأتي بمثال إن شاء الله ليفهم جيدا. طيب، فالأصل أن المزيد في متصل الأسانيد هو وهم يعتبر حديثا شاذا، يعني ذلك اعتبره بعض علمائنا المتأخرين في قسم من أقسام الشذوذ في السند، وإلا هو أصبح الحقيقة مصطلحا مستقلا يتكلم فيه. مثاله الحديث الذي رواه الإمام عبد الله بن المبارك، طيب، عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسرم عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث هو من المزيد في متصل الأسانيد. هناك وهم، انظر، أنا نحن فرقنا بين الوهم والخطأ. طيب، هناك وهم أتى من الراوي الذي هو دون عبد الله بن المبارك فزاد سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهناك وهم من الإمام عبد الله بن المبارك لأنه زاد أبا إدريس بين بسر وبين وافلة رحمة الله عليهم جميعا. نعم، يكون الوهم، يأتي الوهم من الثقات، ولذلك سنرى جيدا إن شاء الله في الدرس الأخير في المعلل أشياء مهمة جدا في هذا الصدد. طيب، فهنا عندنا إذن زيادتان في موضعين في هذا الإسناد. طيب، ونجد أن عبد الله بن المبارك يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد بدون واسطة، بدون سفيان رحمة الله عليه، وكذلك صرح بسر بالسمع قال حدثني واثلا، فأبو إدريس هذا وهم، وضعه في الوسط يعتبر وهما من الراوي، ما هو عبد الله بن المبارك. فهذا الحديث لا يسمى، الحديث لا يسمى المزيد في متصل الأسانيد إلا إذا كان فيه وهم، الزيادة فيها وهم. بعض طلبة العلم يخطئون، بعض طلبة العلم يخطئون فيظنون أن الحديث الذي روي مرة بواسطة ومرة بدون واسطة فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. هذا لا، المزيد في متصل الأسانيد من أنواع الحديث الضعيف، هو وهم. طيب،
فإن كان الذي زاد زاد في الإسناد الذي ظاهره الاتصال راو زاد راو وهو متقن أتقن من الذي نقص، طيب، ولم يصرح الذي نقص بالسمع بل قال عن، فذاك يحتمل فذاك يحمل على الانقطاع الناقص، وهذا يكون هو المتصل ولا يكون مزيدا في متصل الأسر، لا يسمى كذلك بل يسمى هو المتصل. طيب، حديث قد ظهر فيه الاتصال والواسطة. بالضبط، فهمتم كيف؟ هذا ما أردنا نتكلم فيه بالنسبة لما قلنا في إسناد، يعني في الحديث الشاذ من حيث الإسناد. هنا ذكر زميلكم أمس سؤالا عن الوحدان أو الوحدان بكسر الواو. هذا في الحقيقة يأتي في معرفة حال الراوي في الرواة، يأتي في معرفة حال الراوي. طيب، هذا درس اليوم، هذا نعم المتروك والمنكر، لكن سندخل إليه، عندنا مقدمات لها علاقة، وهذا كله من الحديث الشاذ إلى الحديث المتروك والمنكر هناك معنى التفرد والانفراد، لذلك كله يحتاج إلى الكلام فيه. الحقيقة الوحدان له علاقة بمعرفة حال الراوي، لكن يذكره العلماء في الصحابة والتابعين الذين لم يروي عنهم إلا راوي واحد فقط. الصحابة رضي الله عنهم لا يضرهم شيء، كلهم عدول حتى المبهم منه. طيب، إنما الضرر يأتي في الإسناد إذا كان التفرد، إذا كان التوحد، نقول هكذا التوحد في التابعين. طيب، هناك المسور بن مخرمة لم يروي عنه إلا الإمام مالك رحمة الله عليه، لم يروي عنه إلا مالك بن أنس، فهذا يعتبر، وقد ألف الإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب الوحدان أو الوحدان. طيب، فالتابعي يعتبر مجهول العين، هنا يأتينا الكلام إلى الجهالة، هناك مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد، ومجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر، لكنه مجهول الحال ظاهرا وباطنا. طيب، المجاهيل أربعة أقسام، ذكرنا اثنين، ثم هناك المبهم، المبهم الذي يقول يأتي في الإسناد عن رجل، عن امرأة، طيب كما قلنا من قبل كيف أشرنا، عن ثقة، طيب عن جماعة، حتى ولو قال عن جماعة من الثقات هذا يبقى مبهما. طيب، هناك المستور، مستور الحال، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه جعل مجهول الحال ومستور الحال راوي واحد، لكن هناك تفرقة، هناك نكتة لابد من بيانها. مستور الحال هو ما لم يظهر منه فسق، يعني ظاهرا معروف، طيب بالتقى معروف بالفسق، لكن مجهول باطنا. طيب، ومجهول الباطن ما معنى؟ ليس معناها أن الناقد والإمام المجرح والمعدل أنه يدخل في داخله في قلبه ينظر ما حاله، لا، لما مقصود لم يصاحبه أحد، لم يعرفه أحد، طيب يظهر أمامنا الآن، طيب بكامل السنة، طيب يقصر الثياب ويعفي اللحية، يعني يقوم بخصال السنة عفوا، لكن لم يخالطه أحد حتى يعلم باطنه. طيب، كمجهول الحال الذي لا يعرف لا ظاهرا ولا باطنا. فهذا الراوي في الحقيقة، نعم، خارج الصحيحين هو يعني حديثه ضعيف، لكن هذا الراوي المستور الحال إذا جاء في الصحيحين، إذا أخرج له الإمام البخاري رحمة الله عليه وأخرج له الإمام مسلم رحمة الله عليه، فهذا فيه دلالة على توثيق ضمني له، وصار موثقا، أي الباطن صار الحمد لله معروفا، صار ثقة، زال عنه الستر ويقبل حديثه. ونحن ذكرنا أن جامع الإمام البخاري وكذلك جامع الإمام مسلم، المسند الصحيح، قد قبلا، قد أجمعت الأمة على قبولهما تماما، فما جاء فيهما فهو مقبول، وما أي راو قد ذكر فيهما فحديثه ذاك بالذات وهو موجود في ذلك الإسناد هو توثيق من الإمامين، وخاصة الإمام البخاري رحمة الله عليه،
فإنه طبيب العلل الناقد الجهبذ رحمة الله عليه. طيب هذا بشهادة العلماء، فلذلك إذا جاء مستور الحال في الصحيحين فهو مقبول مباشرة، توثيق ضمني. ومن هنا ننتقل إلى درس اليوم، إلى المتروك، الحديث المتروك والحديث المنكر. طيب الحديث المتروك عندما نذهب إلى اللغة فهو اسم مفعول من الترك، من التخلية. طيب ترك الناقة، تخلى سبيلها، طيب وسيبها. وله معنى دائما قلنا هناك لا بد من وجه مناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. عندما نأتي إلى المعنى الاصطلاحي للحديث المتروك فهو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، في إسناده راو متهم بالكذب، هذا يتركونه، هذا هو الترك، يتركه، هذا وجه المناسبة، هذا الحديث يترك بسبب هذا الراوي. نحن أشرنا إلى الراوي المتهم بالكذب من؟ طيب وقلنا أنه الراوي الذي يكذب، المعروف بالكذب في الكلام العادي، وإن لم يكذب قط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كذلك، يعني أنا تكلمت قلت أنه سارق الحديث، الذي يسرق الحديث، يأتي إلى حديث لم يروي ذلك الحديث إلا ذلك الراوي بعينه، معروف عند الثقات ذلك الراوي فقط، فيأتي ويقول أنا رويت كذلك عن ذلك الشيخ، فهذا متهم بالكذب. طيب وكذلك أمر ثالث، وهو الراوي الذي يروي حديثا لا يأتي إلا من جهته، لا يأتي إلا من جهته، وهذا الحديث متنه مخالف للقواعد المعلومة في الشريعة الإسلامية. طيب إذن عندنا هذا، إذن ثلاثة، المتهم بالكذب أحواله ثلاثة، إذا رأيناه في السند فهذا الحديث متروك، وهو في الدرجة دون الموضوع، يعني المرتبة الأعلى في شر أنواع ما قد روي طيب من الأحاديث الموضوع، ثم بعده يأتي المتروك، وسنفرق بينهما إن شاء الله غدا في درس الموضوع. أما اليوم سنفرق بين الحديث الشاذ والمنكر، لكن ما زلنا في المتروك. المتروك هذا حاله، هذا الراوي، الراوي المتهم. هناك من زاد من العلماء قال الحديث الذي في إسناده نعم راوي متهم بالكذب، ثم زاد قالوا كذلك الراوي فاحش الغلط وكثير أو كثير الغفلة أو فاسق قد ظهر فسقه، لكن هذا فيه كلام، سنأتي إلى المنكر. طيب مثال الحديث المتروك ما رواه عمرو بن شمر الكوفي الشيعي، طيب عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في صلاة الفجر ويكبر يوم عرفة في الغداة ويقطع صلاة الصبح في آخر أيام التشريق، ويقطع هذا الحديث في هذا الراوي وهو عمرو بن شمر، عمرو بن شمر الكوفي الشيعي، هذا متهم بالكذب. وما أكثر كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرافضة خاصة، قال لم أرى أشهد للزور من الرافضة. خبرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه في زمنه، يعني الشيعة أصبحوا فرق ومذاهب، ومنهم الرافضة وهم الإمامية الاثنى عشرية والجعفرية أشد فرق الروافض طبعا، يعني الشيعة، فهو خبرهم وخالطهم فوجدهم أشد الناس، أسرع الناس لأن يكذبوا وأن يشهدوا بالكذب وأن يضعوا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر ما شاء الله طلاب دورة الحديث قد مر عليهم وغيرهم في مقدمة الإمام مسلم رحمة الله عليه، وسيمر عليكم إن شاء الله أن الإمام مسلم رحمة الله عليه قد روى بإسناده طيب عن جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي يقول أنه وضع 70,000 حديث، وسيأتي طيب عن أبي محمد الباقر، عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر، وفي رواية 50,000، ولا يهم 70,000 أو 50,000، هذه المشكلة،
فهو هنا متهم بالكذب، عمرو بن شمر الكوفي. فهذا الحديث متروك. طيب، وهذا الحديث لم يأتي إلا من جهته، لم يأتي إلا من جهته، وهو مخالف للقواعد المعلومة. طيب، تكبير من يوم عرفة ويقنط في يوم عرفة، طيب إلى آخر يوم التشريق يقطع الصلاة العصر، يعني فيه، فإذا أتى من جهته فقط، يعني روي منه تفرد به، ثم هو متهم بالكذب. فهذا الحديث متروك، تركه العلماء، وسنرى إن شاء الله مضان الحديث المتروك والمنكر بإذن الله تعالى. طيب، هنا أمامكم هذا الجدول، الحديث المتروك. الحديث المنكر، الحديث المنكر نأتي بتعريفه اللغوي. في اللغة الحديث المنكر ضد الإقرار، نقول أنكر ينكر إنكار. طيب، فهناك الجحود وهناك الإقرار، وزاد بعض علماء اللغة وأئمتي قالوا هو ضد المعرفة، الإنكار ضد المعرفة وكذلك ضد المعروف، المنكر ضد المعروف. هذا لغة، لغة. طيب، وواضح في الاصطلاح سيكون هكذا، نعم، ضد المعروف كذلك. طيب، وفي معناه كذلك، معناه اللغوي عندما نقول ضد المعرفة الإنكار، يعني ضد ما يعرفه الناس من الآداب والأخلاق والصلاح، فيأتي إنسان بشيء مخالف. طيب، الناس تعارفوا على عدم ترك الصلاة، طيب، على عدم ترك الصلاة، كما تعارف الصحابة رضي الله عنهم جميعا والتابعون، ما كان فيهم يعني من يترك الصلاة، طيب، فضلا يعني يترك صلاة واحدة، فضلا عن يتركها كاملة. طيب، فإذا جاء أحد وترك الصلاة فقد قام بالمنكر، وهذا هو يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الله تعالى ذكر في آيات كثيرة، فقابل المنكر بالمعروف. طيب، فكل فعل قد تعارف الناس عليه ثم يأتي أحد يخالفه فهذا هو ضد المعروف، ضد ما تعارف عليه الناس، طيب، من المنكر. ولذلك الآن نأتي إلى تعريفه الاصطلاحي، ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة. هذا تعريف أول، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، طيب، ما كان فيه في الحديث في سنده فاحش الغلط، لمن فحش غلطه ومن كثرت أو من كثرت غفلته أو من ظهر في اسمه، وهذا أصح ممن قال أنه في الحديث المتروك. طيب، وكلا التعريفين ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه النخبة، طيب، بشرحه نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر نفسه، هو الماتن والشارح، وذكر التعريفين كذلك، لأنه ذكر التعريف الثاني يا شمس، ذكر التعريف الثاني لماذا؟ التعريف المشهور الذي استقر عليه العلماء هو ما رواه الضعيف مخالفا، لكن يرى الحافظ ابن حجر أن هناك من الأئمة، لأن الإمام الحافظ ابن حجر هو من أهل التتبع والاستقراء، يتتبع ويستقر كلام المتقدمين من أئمتنا. طيب، فرأى أن هناك من العلماء من المتقدمين وهناك من وافقهم من المتأخرين يرى أن تفرد الضعيف إن هذا منكر، هذه نكارة. طيب، والضعيف الذي حديثه منكر من فحش غلطه أو كثرت غفلته، ورأينا هذا في الطعن في الضبط، نوعين من أنواع من الخمسة في الضبط، وهو ظهر فسقه نوع من الطعن في العدالة، فهذا يكون حديثه منكرا. طيب، ومن قال أنه متروك لأنه رأى جملة من المتقدمين أئمتنا يتركون حديثه، طيب، يتركون حديثه، الآن جملة منهم. الآن ما الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر عند المتأخرين من أئمتنا؟ عليكم أن تعلم، سأشير إلى أئمتنا المتقدمين، إنهم ما عندهم ما ضبطوا القواعد كما ضبطها المتأخرون، لذلك الأئمة
كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر ومن قبله للحافظ العراقي وغيره من العلماء. طيب هم ضبطوا فهم يمدحون على ذلك ونحمدهم على ذلك حيث ضبطوا، لكن طالب العلم يجب كما دائما أكرر أن يعلم حال أئمة المتقدمين حتى لا يخطئ في إذا فتح كتبهم وقرأ اصطلاحاتهم. الحديث الشاذ قلنا ما استقر عليه أهل العلم ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، تعريف الحافظ ابن حجر وهو أسد وأصعب التعاريف. طيب وأما الحديث الضعيف كما الحديث المنكر كما رأيتم ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، فبينهما بين الحديث الشاذ والحديث المنكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في المخالفة، المخالفة موجودة لا بد منها، المخالفة موجودة، يفترقان أن هذا حديث المقبول الثقة والصدوق وهذا حديث الضعيف، يفترقان إذن في حال الراوي، يفترقان في حال الراوي ويجتمعان في المخالفة. طيب يجتمعان في المخالفة، ولذلك تجدون عندما تفتحون كتب المتقدمين وبعض كتب المتأخرين طيب فتجدونهم لا يفرقون. الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب التقريب والتيسير الذي هو عمدتنا طيب يقول أنه يشير إلى أنه من المتقدمين وقريب من المتأخرين الحافظ البرديشي، الإمام الحافظ البرديشي يعني جاء بتعريف يدخل فيه الشاذ والمنكر على حد سواء، قال بس التفرد، إذا تفرد الراوي وليس لمتن هذا موافق له في معنى كلامه. ترون مختصرا جاء به الحافظ الإمام النووي رحمة الله عليه ثم قال والصواب التفصيل، التفصيل على ما سبق في الحديث الشاذ، التفصيل كما قال الصواب التفصيل. فنرى أنه من المتقدمين وبعض المتأخرين يخلطون يدمجون يجعلون الحديث الشاذ والمنكر شيئا واحد، يجعلونهما شيئا واحدا، وهذا مشكل. طيب أنك ستجعل حديثا الثقة الذي تفرد به بدون مخالفة منكر وحديث الصدوق منكر، طيب أما حديث الضعيف كما رأينا الحافظ ابن حجر جمع بينهما وهو صحيح، إذا تفرد الضعيف الذي قد فحش غلطه أو كثرت غفلته طيب أو ظهر فسقه فهذا حديث منكر. طيب مع أنه لم يخالف، وكذلك الضعيف الذي لم يكثر إنما سيء الحفظ طيب أو مجهول لكنه خالف فحديثه منكر كذلك. طيب حديثه منكر. طيب ها هنا نأتي إلى أئمتنا المتقدمين كالإمام أبي حاتم الرازي والإمام أبي زرعة الرازي والإمام أحمد بن حنبل طيب وغيره من أئمتنا كعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه ويحيى بن سعيد القطان طيب وغيره من الإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام سفيان الثوري والإمام سفيان بن عيينة طيب وعبد الله بن المبارك، إما كثيرون هؤلاء يطلقون إطلاقات يقول هذا حديث منكر، ولكن عندما تبحث فيه تجده ليس على ما استقر عليه الاصطلاح كما نحن عرفنا تعريفين، فإن الأئمة يطلقون المنكر ويريدون به تفرد الثقة. نعم تعجبون تقولون هذا ثقة وتفرد، فهذا يشكل حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث النهي عن بيع حديث النهي عن بيع الولاء، هذا تفرد الثقة فيه، هل يكون منكر؟ إذا المنكر لا يعمل يرد، لا يعمل به يرد، لكن ليس كذلك. فالطالب الحديث طالب العلم يحتار ويبحث وينظر في إسناد الحديث ويحقق القول. طيب يحقق القول ماذا أراد هذا الإمام من سلفنا، ماذا أراد؟ هل أراد تفرد الثقة أو أراد رواية الضعيف المتفرق أو ما خالف به ثقة؟ لابد أن يحقق قبل أن يرد الحديث، سيخطئ إذا لم يعلم هذه الأمور، سيخطئ فيرد حديثا صحيحا حجة يكون. ومن أئمتنا من يطلق المنكر على الحديث الذي تفرد به الصدوق،
لكن حديثه حسن كما رأينا في كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في التقريب والتيسير، قال إذا كان المتفرد أقل من الثقة فحديثه حسن ما دام لم يخالف، إذا يعني نجا من المخالفة فحديثه حسن. هم يطلقون، الإنسان لابد أن يحقق القول، يحقق ولابد أن يحقق الإصطلاح. طيب، وهناك من يطلق النكار يقول هذا حديث منكر ويريد به كما رأينا فاحش الغلط أو كثير الغفلة. طيب، وهناك من يطلق يقول هذا حديث منكر على حديث المستور الحال كما رأينا. مستور، وقلنا مستور الحال من هو؟ الذي يعني ظاهره معلوم لكن باطنه مجهول، بينما مجهول الحال ظاهرا وباطنا مجهول غير معلوم، هذا الفرق بينهما. طيب، فيقولون هذا الحديث حديث المستور منكر. طيب، حديثه منكر، لكن يشكل عليه أنه إذا كان هذا حديث المستور مستور الحال إذا كان فيه مخالفة، نعم إذا خالف لأنه يعتبر ضعيفا، نعم يكون حديثه منكرا. أما إذا لم يخالف، والحافظ ابن حجر يقول حديث الضعيف المتفرد إذا كان فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو ظهر فسقه، لم يدخل فيه مستور الحال بتتبعه واستقرائه، فحديث مستور الحال الذي لم يخالف حديث ضعيف فقط محتمل، إذا جاء مثله طيب فيرفع شأنه يرقى به لا حسن إلى غيره، فلا يقال عنه حديث منكر، لا يقال عنه. أنتم كيف؟ وكذلك الأئمة المتقدمون طيب يطلقون يقول هذا حديث منكر، ولكن يقصدون به حديث المتروك، حديث المتهم بالكذب، بل حتى حديث الكذاب. يأتي أمام الإمام أبي حاتم الرازي حديث فيه كذاب يقول هذا حديث منكر، يقصد به مع النكارة الشديدة أنه موضوع. فهمتم كيف؟ حديث منكر. فإذن إطلاقات المتقدمين كثيرة، هناك من عدها إلى أكثر من 10 إطلاقات، فطالب العلم ينتبه ينتبه. لذلك التخصص في علم الحديث، يعني لماذا نوسع القول حتى تفهمون أهمية التخصص في العلم الجليل؟ طالب العلم إذا درس فقط تيسير مصطلح الحديث أو المنظومة البيقونية وراء اصطلاحات التي قد استقر عليها العلماء، ثم يريد أن يقرأ كتب سلفنا وإمتنا المتقدمين، فيكون خطأه كثيراً جداً في الحكم على الأحاديث والنظر فيها. نعم، يأتي كما قلنا، يأتيه قول من الإمام أبي حاتم يقول هذا حديث منكر، طيب فنقول يقول هذا حديث منكر ويرده ويخبر الناس بذلك مثلاً، ثم يتبين أن هذا الحديث إنما تفرد به صدوق أو تفرد به ثقة أو تفرد به مستور الحال مثلا، ولا يعد منكرا بالاصطلاح المعروف، فالإنسان لابد أن يتنبه جيدا. الآن نأتي إلى مثال الحديث المنكر. طيب، عندنا مثال مشهور والأمثلة كثيرة جدا، حديث حبيب بن حبيب الزيات. حبيب ابن حبيب الزيات يروي حديث من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وقر الضيف دخل الجنة، يرويه عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهو حبيب هكذا بالتصغير التشديد، حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق السبيعي. مدار الإسناد هنا هو أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي ومن الأئمة الكبار من سلفنا، من أئمة المحدثين، مسند أهل الكوفة رحمة الله عليه. طيب، فعندنا حبيب بن حبيب يرويه مرفوعا، لكن الإمام أبا حاتم الرازي قال هذا حديث منكر، لأنه هو إمام الأئمة المتقدمين، صح؟ وقال هذا حديث منكر. الآن الإنسان لابد أن يتنبه قبل أن يحكم عليه باصطلاح المتأخرين، لابد أن يصبر قليلا
وينظر ويبحث. وهكذا الأئمة، هكذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يجمع الطرق، وهذا ما قاله الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه: الحديث لا يعرف حاله ومخرجه ما لم تجمع طرقه. فعند الجمع نرى أن معمر بن راشد الحافظ الثقة الصنعاني رحمة الله عليه، نرى أن عبد الرزاق يروي عن معمر، طيب، ومعمر يروي عن أبي إسحاق السبيعي الحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، ونرى كذلك يتابعه على ذلك عمار بن رزيق، عمار بن رزيق الكوفي، طيب، عن أبي إسحاق كذلك يروي الحديث مثل معمر موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. ألا ننظر معي؟ معمر بن راشد ثقة حافظ، طيب، وعمار بن رزيق صدوق لا بأس به يعد، طيب، بينما حبي بن حبيب الزيان حكم عليه أهل العلم بأنه واهي الحديث، واهي الحديث، هذا أشد من الضعيف. عندما نقول هذا واهي درجة في الضعيف، لكن أقل في الجرح، أقل يعني أشد جرحا. انظروا معي، إذن حبي بن حبيب الزيان واهي الحديث، ضعيف جدا، ثم يخالف ثقتين أتقن منه وأحفظ. معمر بن راشد ثقة حافظ، وعمار لا بأس به صدوق، فهذان الإمامان الجليلان، طيب، يرويان عن أبي إسحاق السبيعي، وهناك كما قلنا هناك مرجحات وقرائن، لكن هذا لا يحتاج ما دام ثقتان، وطبعا لا بد من النظر إلى ما قبلهم، هذا مهم جدا، وهذا ما قد وصل إليه. بينما حبي بن حبيب الزيات واهي الحديث فخالف الثقات، حتى لو خالف ثقة واحدة، لو أن حبيب هذا خالف معمر بن راشد يكفي، فرواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواه معمر وعمار رحمة الله عليهما موقوفا على ابن عباس. فالحديث المعروف، الحديث المعروف هو حديث معمر وعمار، والحديث المنكر حديث حبيب بن حبيب الزيات. وهنا يأتينا إلى تعريف الحديث المعروف، إنه ضدهم، هناك الحديث المنكر وضده كما الحديث الشاذ وضده الحديث المحفوظ، هنا الحديث المنكر وضده الحديث المعروف. فحديث معمر الحديث الموقوف هو الحديث المعروف، ما رواه الثقة، طيب، مخالفا لرواية الضعيف، ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، فهذا هو المعروف. والاصطلاحات عند أئمتنا يقولون هذا حديث محفوظ، هذا حديث، والمحفوظ هذا الحديث، وهذا حديث معروف، والحديث المعروف هذا، فهذا يتبين لنا. فهمتم كيف؟ ها هنا يتضح لنا أن الاصطلاح الذي أراده الإمام أبو حاتم الرازي عندما سأله ابن أبي حاتم عن هذا الحديث، أنه الذي وافق اصطلاح المتأخرين من أئمتنا، وهو حديث الثقة الذي خالف فيه حديث الضعيف الذي خالف فيه حديث الثقات بالضبط. طيب، وهكذا تجدون كذلك في أمثلة أخرى يقول فيها الإمام أبو حاتم هذا حديث منكر، ويقصد به الضعيف الذي فحش غلطه، طيب، أو كما رأينا، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه. حديث الفاسق، إن المطعون في العدالة، نحن قلنا أنه إذا جاء الطعن في العدالة، طيب، فهذا حديثه مردود، مردود، إلا أنه تكلمنا في المجهول أن المجهول يعني حديثه محتمل، يمكن أن يرقى إلى الحسن لغيره إذا جاء من هو مثله أو يعني أعلى منه شأنا. فهمتم كيف؟ فمن هذا الباب يا عبد الوارث، من هذا الباب، نعم، أو كثرت غفلته، انتبه معنا. هذا يعني نحن تحدثنا الغفلة في مجلس الحديث، وأنا ضربت لكم مثلا وهذا موجود. فهمتم؟ أنتم عندما تعودون إلى كتاب تصحيف المحدثين، تصحيف المحدثين،
إن لم تخني الذاكرة يا إما الإمام العكبري أو الجعلري، لأن لقبهما أو نسبتهما تشتبه عليه، لكن تصحيف المحدثين. فيأتي التصحيف كذلك، طيب يعني التبديل هذا بسبب الغفلة، والغفلة كما رأينا التفكر في أشياء أو يأتي النعاس والغفلة فيعتقد ذلك الراوي أو الذي يكتب يعتقد أن الشيخ المحدث قد قال ذكر كلاما وهو ليس لم يذكره أنه في حديث رسول الله أو حتى في الإسناد. في مجلس يزيد بن هارون الواسطي رحمة الله عليه في تصحيف المحدثين، طيب في هذا الكتاب يذكر ذلك يزيد بن هارون من كبار الأئمة من سلفنا الكبار، قد روى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أي لديه تلاميذ من أجلاء الأئمة. طيب في مجلسه، تعرفون في مجلس الحديث هناك المملي، الشيخ يملي، طبعا مذهب أهل العراق أنه هو الذي يسمع تلاميذه، قال حدثنا قال أخبرنا، مذهب أهل الحجاز وعلى رأسهم الإمام مالك رحمة الله عليه يقرأ عليه، يقرأ عليه الحديث. المم كان يسمع، والمملي هناك المحدثون يجلسون بكثرة بالآلاف، طيب فلا بد بعد كل صفين هناك على كرسي أو واقف يسمع من المملي الذي بعده ليملي على من بعدهم فيكتبون أو يحفظون، طيب بضبط الصدر أو ضبط الكتاب. فالمملي يسمع إلى يزيد بن هارون، يزيد بن هارون كان يحدث الحديث يقول قال حدثنا قال أخبرنا قال عن أخبرنا فلان وحدثنا فلان عن عدة، عن عدة، فهمتم كيف؟ عن عدة أي عدة من المحدثين من الرواة بعدما سرد. فهذا الطالب الذي يكتب ويملي لغيره فقال رحمك الله يا شيخ عدة ابن من؟ عدة ابن من؟ كان يعتقد أن عدة اسم راوي فابن فلان، فقاله يزيد بن هارون عدة ابن فقدتك، عدة ابن فقدتك، يعني طرده من الإملاء. طيب طرده من الإملاء إن رأى فيه غفلة، هذا سيدخل في حديثه ما ليس فيه في السند وفي المتن كذلك، فقال عدة ابن فقدتك اتركني اهجرني. طيب في معنى كلامي اترك مجلس الحديث، لا تأخذ مني الإملاء، اجلس مع الآخرين، لكن لابد من مملي يقظ، طيب متيقظ يفهم حتى الحركات، الجزمة الرفعة والنصبة والجر كلها، حتى في ضبط أسماء الرواة، هذا كلام مهم جدا، فهمتم كيف؟ طيب من الكتب من مضان الأحاديث المنكرة بما رأينا على اصطلاح المحدثين وكذلك المتروكة هذا الكتاب، وإن كان هذا في الحقيقة يعني يصلح كذلك أن يكون في درس الغد إن شاء الله، لكن نأتي به لأنه موجود فيه، لأنه ليس فقط محصورا على الأحاديث الموضوعة بل كذلك المنكرة والمتروكة، لأنها لا يعمل بها تترك، ومنكرة لا يعمل بها أصلا ولا يجوز، لا في ترغيب ولا ترهيب ولا كذلك وعظ طبعا ولا كذلك في أحكام بالأولى، الأحاديث المنكرة والمتروك. هنا الكتاب عندنا الأسرار المرفوعة كما ترون في الأخبار الموضوعة للإمام المحدث الشهير علي بن سلطان المشهور الملا علي قاري رحمة الله عليه، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، فالذي يرجع إليه يجد فيه الأحاديث المنكرة وكذلك المتروكة ومعها كذلك الأحاديث الموضوعة، فهمتم كيف؟ فهذا هو من مضاني إن شاء الله الكتب التي تذكر الأحاديث المتروكة والمنكرة، والإنسان لا بد أن يعلمها، لا بد أن يعرف الحديث المتروك والمنكر ليحذر منه الناس. وإذا سمع واعظاً أو خطيباً، طيب واعظاً أو خطيباً أو متكلماً يقول فينصحه في السر، يجلس مع الإمام في السر ويقول له هذا الحديث يعني ليس أمام الناس، النصيحة في الملأ فضيحة. طيب فلذلك الإنسان بالسر ويخبر الناس، يتكلم الناس بدون أن يشير، يخبره أن الحديث الفلاني لا يجوز العمل به مطلقا، فهمتم كيف؟ وهو منكر وهو متروك، والموضوع سيأتي الكلام عنه إن شاء الله غدا. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وعندنا واجب الأمس،
واجب الأمس ذكرنا فيه ماذا؟ نعم نعم يا عمر. نعم إذن نعم الحديث الذي تفرد به الضعيف كيف يعمل به أو لا يعمل به؟ نعم من يجيب؟ نعم حديث مردود، حديث مردود، نعم حديث مردود هذا صحيح، هذا حديث مردود. وأيضا محمد غفران الحديث تفرد به الضعيف، حديث تفرد ولم يخالف. نعم أحمد نوفل ها؟ نعم هذا المقصود. فإذا كما تكلمنا في الحديث الضعيف نحن ننظر عندنا شروط، شروط الأربعة إذا توفرت في هذا الحديث الضعيف الذي تفرد به فنعمل به في الترغيب والترهيب صح؟ لكن بشروطه التي ذكرناها وذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فهمتم؟ هذا نعم هذا طيب. وإن كان كما رأينا أن من الأئمة طبعا محتمل، حتى المحتمل من أئمة المتقدمين يطلقون عليه لفظ المنكر كما أشرت إلى ذلك. فهمتم كيف؟ أما واجب اليوم طيب واجب اليوم نعم واجب اليوم أريد أن تستخرج مثالا، كل واحد منكم إن شاء الله يستخرج مثالا للحديث المتروك، يستخرج مثالا للحديث المتروك. طيب هذا هو الواجب، حتى التطبيقات هذه العملية مهمة جدا. طيب إن شاء الله تعالى هل من سؤال نختم به؟ نعم هل من سؤال على درس اليوم؟ لم يتضح، إن كان الحمد لله تفصيلي، الحمد لله قد وضح الأمر أمامكم، فهذا نحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الطالب بين أنه فهم هذا التفصيل وبين لم يفهم شيئا، ففهم زيد ولم يفهم عمرو صح؟ لكن الحمد لله. طيب